مساء النور وأهلا بكم إلى صالون تلفزيون لبنان. وبالحكمة أبدأ. سفري طويل والطفولة مرجعي، مهما كبرت ستصغر الدنيا معي. وبكل عنوان رفضت دروبه سأزيد من رفضي وأرفع إصبعي. طفل يجرد صوته ملء المدى ويرى بكل كيانه ما يدعي، لكنه دوما يحذرني بأن فوق الدفاتر سوف يحدث مصرعي. وبالمحبة أرحب، أهلا بضيفي الشاعر مهدي منصور، أهلا بضيفتي الناشطة الثقافية نبيلة وهبي، أهلا بضيفي المسرحي قاسم اسطنبول. أهلا فيك ضيوفي الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة يلي اخترناها هيك بدقة. أنا برمضان عادة بشهر رمضان ما بعود بطرح موضوع واحد للنقاش بالحلقة. قاسم، بتعرف أنت شغلك ذكرني بمسرحية المحطة. تعرف انت مسرحية المحطة لفيروز والرحبيني؟ تجي بنت عحقلت بطاطا، بتقول له شو بيكون زرعين السكة؟ هذه سكة ترين؟ شو زرعين بطاطا؟ قالوا له اي سكة اي ترين؟ قالت لهم بلا في ترين وبده يجي الترين. عملت البلبل الطويلة واخر شيء اجى الترين. انت عملت هيك، انت اول ما بلشت تشتغل بصور ما حدا عطاك أهمية، أنا عم بحكيك ما حدا عطاك أهمية، على الأقل باللي أنا كنت عم شوفه ولا الضيوف من ضيوف البرنامج أو كان برات البرنامج، إنه محاولة شاب جاي يعمل شغلة عنده طموح بده يفوت حيطان ثلاثة بضل ماشي آخر شيء بيقول أبقاش بدي أشتغل. أنت لا، أنت مبين إنه حدا إجا حاطط براسه إنه أنا بدي أكمل لو شو ما كان. خلصت من صور وعملت هذا المسرح وعملت هذا الحضور الحلو إليك، رحت نقلت على طرابلس عملت شيء كمان بطرابلس مماثل. فإذا ترينك ماشي بالمناطق اللبنانية من صور لطرابلس، هذا الترين شو قوة الدفع تبعه؟ أول شيء قوة الدفع البشرية عندك وقوة الدفع المالية لأنه هي بده مصاري. قل لي اللي شوف البشرية لحتى افهم هذا اللي قدامي ناكش شعره مثل ما شو بلوكو. حلو الربط صراحه. يعني العمل هو الناس، يعني مش بقول لك اوكي انت، انا تخرجت من معهد الفنون ببيروت لقيت حالي بدي ابقى ببيروت لانه في مركزيه تشتغل ببيروت، فكان الفكره انه لا ليش انا ما بعمل شيء بمدينتي مطرح ما انا عايش مع الناس اللي انا بحب اكون حر بالمحل اللي انا كنت عايش فيه. فأسسنا فرقة وبلشنا نسافر، بعدين لقينا أنه ليش ما منجرب نعمل شيء بهالمدينة، وبلشنا مسرح صغير 40 كرسي. ولما أقول حب هو حب الناس، يعني هذا المشروع ما كان ممكن يصير لما فضل الشباب اللي اتطوعوا واللي آمنوا والناس اللي حضنوا والناس اللي تعموا وشربوا. لحظة، جايبتك كانت فاضي ساعتها؟ بالبداية لقيت احتضان من أهلي وأخذنا كارد أول ما بلشنا، أخذنا كارد من البنك. مين هو هذا العبتري اللي عطاك كارد؟ هلا ايام ما كان فيك تاخذ كارد، هلا ما فيك، بس انه ايام زمان كنت تقدر. لا انا عم بحكي جد، من العبقري منو هالانسان اللي بشوف طيب انه هذا ممكن يطلع منه. لا هلا انت لما انت يعني انت كان بصفه انه انت قادر تغامر هذه المغامره، هي كانت مغامره، يعني انت بتعرف بخلفيه لما بتدرس مسرح اصلا انت غامرت، بغض النظر انك تفتح مسرح وتفتح مسرح بسور. بعدين لقيت انه لا، الناس بلشوا ينطروا، بعدين اهلنا سينمايات، كبر المشروع، كبروا الفنانين اللي يجوا لعنا، وصدقني لحديت اليوم اكثر من 45 فنان من 45 دولة اجوا من كل العالم على نفقتهم الخاصة. تخيل ارقام عظيمة ان احنا صرنا عاملين اكثر من 50 هذا السر، يمكن الفلافل اللي بنعمله، يمكن الروح اللي بنعمله. صدقني يعني انا بتذكر لما عملنا مهرجان سور السينمائي كاول مهرجان سينمائي، هلا كنا الدورة العاشرة، اجا الفنان محمود قبيل من مصر اجا عصور. هيدي الناس يعني بعظماء، يعني انت اليوم لما بيجي بال2016 لما فتحنا سينما ستارز بالنبطية، فرناندو أرابال اللي هو صديق بيكت، يعني نحن عملت انا مسرحية لما كنت بالجامعة عنه، لما قابلته باسبانيا لما قلت له بدي افتح مسرح بعت لنا الكلمة الافتتاح، هو
يعني صدقني اللي العمل ما انعمل هيك، انعمل بتعب بجهود، وخصوصا نحن هذا اللي عم بقول لك اياه. يعني كمان احنا رممنا سينما الحمراء قبل اللي هلا سينما ريفو اللي تحولت للمسرح الوطني اللبناني المجاني، وكمان بالنبطية كان عندنا تجربة سينما ستارز، واليوم بطرابلس وعلى أمل بعلبك. صدقني اللي انعمل لا تعمل فن بالطريقة اللي اشتغلنا فيه، ما بدك كتير إمكانيات مادية، بدك حب، بدك إيمان، بدك تجربة، بدك ناس شغوفين. نحن لليوم هلا انا قاعدين مع نحن بنشتغل من الساعه 9 بنبقى للساعه 2 الصبح، في ناس ما بتشوف اهاليها، هالقد بنشتغل بكل محبه لانه هذا اللي بنعمله. يعني طيب خليني اقول لك عن قوى الامر الواقع بالمناطق، سواء بصور ولا بطرابلس. اوكي لقيت مشكله معهم، لانه عاده اللي بيكون عنده حلم مثل هذا الحلم لهي المدينتين بده يشوف الامر الواقع السياسي بالمدينه كيف بتخليه ما بتخليه، بتوقف له، بتحط له حواجز. اي ليك ما حدا بيكره الفن قد ما في قوى امر واقع اللي بدك تقوله، هن نحن عم نغيرهم مش هن عم بغيرونا. برافو. اولادهم، اولاد الناس، اولاد البيئه، نحن اللي عم الجمهور اللي بيجي لعنا بسور هن اهل الجنوب، اهل المنطقه، وجمهورنا بالشمال اهلنا بالشمال. فاذا الناس بشغفها وبعفويتها لما تفتح سينما، الناس بتفوت على الفيلم لتحضره، الناس بتحضر مسرح، عودها على الفن. مثل اليوم انت لو انا معودك على القهوه، عم اودك انه بتروح على ضيعه بتلاقي 50 محل ارجيله، وما بتلاقي لا مسرح ولا سينما ولا مركز ثقافي. هذا ممنهج اللي انت عم تعمل اليوم، انه بس ببساطه عم تفتح مكان. صدقني ان احنا ما عملنا شيء، اللي عملناه عملنا يعني الله سخر لنا هالطاقات وهالمحبه وهالناس الطيبين وهالناس اللي دعموا هالمسرح واللي امنوا فيه، وما عملنا شيء الا فتحنا هالباب وهالمتعه الجماليه، العلاقه بين المرسل والمتلقي. صدق قديش الناس بعفويه بتفوت على المسرح. يعني اجى الترين والفن للفقير قبل الغني. اجى الترين، اجى طبعا وصل. انت طالع من هيدي العلم المسرحي او من بيئه المسرح، هل اللي عملته هو حلمك؟ يعني انا عم شوف هذا اللي جاب الترين بس انا بعدني مش شايف شو فيه بالاخر، يعني ما قدرت استوعب شو يعني، بين انك انت جهزت عملت وكذا وخلصت ورحت عملت جهزت عملت. بيقول الواحد عنده هدف تعليمي انه هذه اجيال تتعلم، عنده هدف ينعمل مسرح. انت شو هدفك؟ انت قل لي. انا درست مسرح فكان هدفي انا امثل، يعني انا ما كان هدفي افتح مسرح ولا انه تعمل تجمع ولا لا. اوكي اجت ثاقبت الظروف. لما انت بدك تبلشت المغامره اذا فينا نقول، لقينا بلشنا هالناس تلتف حولين هالتجربه، بعدين صرت تنبسط تشوف غيرك كمان عم بيمثل برضه. انه ضليت حلمك كيف عم يفتح، يعني كيف مش عم تراقبه انت والواقع اللي عم يصير معك؟ لا لك ليش كيف تطلع فيه؟ هيدا منه حلمي، انا اقول هيدا حلمي صغير ولكن في احلام حواليه. يعني اليوم انا ما في احكي عن حلمي انا الشخصي، لانه انا حلمي الشخصي جزء من هالحلم الكبير. هذا الحلم في احلام كبيره عم تتحقق من خلاله. يعني اليوم كل الناس، حتى اساتذتي، حتى الفنانين، حتى ناس، يعني اليوم لما ليش اسسنا مسرح بطرابلس؟ لانه انا اليوم اجى الفنان عمر مئاتي على صور كرمنا بيه بمناسبه 100 سنه على ولاده نزار مئاتي، هذا المعلم اللي اسس المسرح الوطني اللبناني ببيروت واللي عمل تاريخ بالمسرح اللبناني. نزار مئاتي واحد من ابرز الشخصيات يلي كانوا باول احتفال بمهرجان بعلبك سنة 57. اسمه هالقد بيطلع بالكتيب عندي اياه، هالقد اسمه صح. بس حتى تعرف العالم. لما اجى يعني استاذ عمر قال انا حلم بي انه يفتح مسرح بطرابلس. عم بكيك انه هذا احلام الناس مش احلامك انت. حتى الناس لما بنفتح هلا نحن بطرابلس، في ناس هن بينبسطوا انه عم فوتوا على المسرح، في احلام للجيري، للناس، للي كانوا يشتغلوا بالسينما. فهذا اللي عم لك عنه، هي احلام الناس، انت جزء من هالحلم اللي عم يكبر وعم يمتد، عم تنبسط بهالعملية المتكاملة بالناس اللي بيجوا بحققوا أحلامهم، بالشباب، طلابنا اليوم في زملاء صاروا زملائنا، يعني اللي درسوا عنا صغار بالمسرح، في ولاد عمرهم 9 سنين صاروا يعني اليوم عمرهم 18 و20 ضلهم بهالتجربة، يعني كبروا مع المسرح مثل ما يعني. فكل حدا عم يعمل بصمته وتجربته، بيرجع بيجي على المسرح، هو بيدرب، هو بيعمل عمله الفني. بتشتغل انت مع اساتذتك، يعني السنه الماضيه عملت عمل مع دكتوره جنى الحسن استاذتي بالمعهد، فكمان اجت اشتغلت مع خريجين جداد بالمعهد. نحن كلنا بنتعلم من بعض، كلنا من مين الاقوى فيك، المخرج ولا الممثل؟ لا الممثل اقوى. وهلا رحت شاركت بمهرجان المنصوره، رجعت ارجع اعمل كمان، يعني بالاخر نحافظ على الفرقه المسرحيه ترجع عن جديد. يعني اجت 5-6 سنين ما عاد اشتغلنا مسرح، صرنا ندهن، نظبط شرطان كهرباء، نعمل. فيعني في شباب وصبايا. يعني هلا انا الشاب اللي هلا مسؤول المشروع بطرابلس هو شاب
نجار اسمه حسام خطاب، درس يعني تعلم بالمسرح عنا تلميذ، هلا اليوم هو عمل فيلم وثائقي عن السينما، صار مخرج. فهيدا اللي عم بحكي عنه، عن احلام الناس، احلام الشباب. فانت انت يعني حلمك منه انت بس كممثل، يعني عشان هيك انا لما بحكي عن المشروع بحكي عن مؤسسه اليوم تيرو، هاي الجمعيه بتضم اكثر من 305 اعضاء، في ناس اجانب بيجوا بيتطوعوا معنا. مره عملنا مهرجان، اجت مخرج من هولندا فاتت نظفت الحمامات معنا. فعم تحكي عن ناس هن مؤمنين بالمشروع، في ناس بيجوا بيشتغلوا معنا بيعطلوا بيحملوا، اللي بيسوق البيك اب واللي بيسوق الفان. فيعني ما بلش المشروع وكان ياكلوا فلافل بس، هلا مرات مرق لهم دجاج. ثاني مره بتقول فلافل، ثاني مره بقول فلافل على صايمي يبدو في ساعه. ما نحن بدنا نجيب لك الفاتوره. ما فينا نقول الا هلا فلافل صارت غالي، بس انه مشرح فلافل نعملهم بالمسرح. فهالقد يعني نحن بلشنا من لا شيء، يعني عم بحكي جد، يعني نحن ما كنا بنتصور نوصل لهون. هلا بنحكي بنقول عندنا مسرح، حتى المسرح بحد ذاته هو معلم، عندنا متحف صغير بيجوا ناس بيتفرجوا على المكان. سينما امبير بطرابلس هي اقدم سينما فاتحه بتاريخ لبنان، وهلا اتفقنا ان شاء الله على بعلبك وتجهزوا لي حالكم ان شاء الله. فليش هذا المشروع؟ نحن بندرب ناس، يعني نحن الناس بنقول نحن هيك عملنا مهرجان بهالطريقه. فاللي عندك حب عندك إيمان عندك شغف الناس، ما في شيء مستحيل صدقني. مش الفلوس اللي بتصنع القيمة الفنية، الحبك وإيمانك باللي عم تعمله شغف. هو اللي بيعمل هالشيء. الله صدقني. حلو. أنت والمال هي جاوبت عني، سألني غير شيء. جد يعني من البداية أنت حدا زاهد، عندك شغل عم تعمله، عم يتأمن المال، ماشي الأمور. هاي نظريتك للمال، يعني هاي ممكن تبقى معك كل حياتك او لا، ربما بتغير شيء بعد. يعني لابد ما يكون صار عندك نظرة للمال. جمعت رشاين ولا ما جمعت رشاين؟ سرقوا لك اياهم بالبنوك ولا ما سرقون؟ سرقوا. يعني عملوا لنا اشكالية، مش هيك انا عم بطرح انت والمال. في اشكالية، واحد عامل 10 سنين اشتغلت عطات مصاري سرقوهم بالبنك، شو بتعمل انت؟ يعني ما عملت لك اشكالية هيدي انت؟ ما كان معك شيء انت بدك طلع. يعني عم تعمل مشاريع. ايه. فانت بحاجه لانك انك تعمل هالشيء. انا مثلا كنت انا عمري 17 سنه كان عندي محل بيع فيه افلام وموسيقى واغاني. فكنت عيش من محلي، يعني هذا اللي كان الاساس اللي انا بلشت منه، وحتى درست بالجامعه كنت روح واجي كل يوم. هلا بعدين لما فتحت هالمشروع انا بلشت، يعني بلشت من يعني بتدفع من محلك على المسرح. فبتذكر بعدني اول مره فتحنا المسرح صغير حطيت صندوق، قلت بعد مثل اوروبا، كنت جاي وقتها من هولندا، قلت حط فلوس والناس بلشت تتبرع. فقمت حطيت 4000 مني بالصندوق وقمت فت على الحمام، ظهرت ما لقيت الصندوق. فمع الوقت يعني اسمرت النتائج بسرعه. مع الوقت بلشت الامور انك يعني تقوم بهالمشروع. هلا بالاخر لما بس عندك عيله بتصير تفكر باولادك، بتصير تفكر انه بمستقبلهم بمعيشتهم. بس بالاخر انا حتى بقول لهم للشباب بالمسرح انه انا اليوم اذا عندي فلوس او انا قديش بدي، بس بدي اكل قديش، انا بحاجه لهالقد كميه. ولكن نحن ما بدنا يعني نوصل لمحل انه نكون عندنا احتياجات نجوع الناس مثل ما عم نشوف اليوم. الاولويه مثل ما بقول لهم اليوم، انا اذا بدي احضر مسرحيه، طيب انا اذا انا جوعان ما بدي كيف بديش فن؟ انا بالاخر بدي تكون بطني مرتاحه طبعا. لا انا فوت شغل عقلي وخطب لك ما في فن بيجي قبل ما تمتلك معده. واحد زائد واحد بيشتغل كيف فاين ساعتها. الاولويه انهم ياكلوا. انا بطرابلس بذكر هلا باخر عرض لما كنا في حدا يعني عايش بالشارع، وقت عرض الفيلم بفوت بيقعد بينام، بس يخلص الفيلم من ضوي بيقوم بفتح بيظهر وما بيجي بيحضر فيلم، بيجي بيتدفى. هذا 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 اعظم جمهور انت ممكن تشوفه. يعني انا بحكي على علاقتنا بالناس، نحن عائله، عملنا عائله، ما عملنا لا فن ولا مشروع قايم على فكره الفلوس، ولا علاقتك بالناس هي قايمه على بدل. بفهم انه اوكي في معيشه، ما عم نقول نحن ما في، بس في اساس انه احنا هذا بيتنا خيي، نحن بحاجه نقول نحن اللي بنظبطه، نحن اللي عايشينه، نحن بنخاف عليه. قاسم خليني اسالك سؤال، انت هل اندفاعك كان عم يصطدم بالمال او لا؟ هذا فحوى السؤال. يعني اندفاعك انت كان عم يصطدم بانه مش عم فيك انت يعني حتى ماديا تكون طيب يعني يعني انا خوفي اذا كان ضيق بروحك. يعني يمكن انا مثلا انا هذا اللي يعني الحمد لله انه والدي كان قادر. يعني انا بيتي من انا بقول لحياتي اليوم نحن عايشين من خير بي، يعني اوكي فضل الله بكل شيء. ولكن مثلا انا لما كنا اعمل مهرجانات بالاول روح على بنوكي كنت اياما انه بدنا يدعموا المهرجان. يا اخي ما بتدعموا انتم مهرجانات موجوده،
بلشنا نحن نعمل مهرجانات من لا شيء، وهذا اللي قدرنا نعمله، انه الناس هي اللي حبت، الناس هي اللي شاركت، وقدرنا نقدر نغير. كنت حس انه ايه، ليش نحن الفن بده يكون بس ببيروت؟ نحن بدنا يكون بالعاصمه فيه. وليش المؤسسات المنحه؟ انا عملت مظاهره ضد البنوك ايامها قبل ما يصير في مظاهرات هلا، وكانه تنبأنا. لا كنا نحس دائما بلا مركزيه، انه في جزء من الطبقيه بلبنان، انه نحن انت اهل الجنوب او نحن اهل الشمال، انه نحن مواطن درجه ثانيه. لا، تاريخيا اهل الجنوب واهل الشمال، الفن بلش بالشمال. الفرق المسرحية كلها، نزار مئاتي وغيره من المسرحيين وأبو سليم وفرقته، بلشوا بطرابلس. طيب. أول معهد فنون كان بطرابلس بالجنوب، كان طول عمره تاريخ العتابة والميجنة والشعر وجبل عامل، هو شاهد على تاريخ هذه المنطقة. كل اللي عم بيصير هذا هو مستحدث، هذا عكس الطبيعة وعكس البيئة، بس الناس ترجع لفطريتها. هذا اللي كنا عم نحكم، نرجع للفن، نرجع للعلاقة الإنسانية. نحن اللي عم نعمل وعم نجمع الناس، وربنا عم بيسخر لنا كل الحب انه نضلنا نقدر نستمر، على امل نضلنا نكمل. نحن خوفنا يسكر المسرح، نحن فقدنا مسرحين قبل. سينما الحمراء بعد سنتين اصحابها استردوها، سينما ستارز اصحابها استردوها وما عملوا اي شيء فيها. هذا بدل انه في شيء ما بنعرف ليش، ولكن نحن شو بنعمل؟ واحد انت ربيت ولد، واحد قشطك اياه، هدل لك بيتك. في صعوبة أكيد، أنت ما عم تعمل مسرح بمدينة جميلة وقلنا الناس منفتحة وكذا ومشي جاهزة، يعني الوضع مش جاهز. أنت عم تبدأ من تحت الصفر، هذا اللي عم نقلهم إياه. لولا هالناس اللي أنا بوجه لهم تحية، كل شاب وصبية بيطيروا بالمسرح الوطني، بعضهم مؤمنين ومكملين. أنا بحكي بخجل لما بقول إنه أنا، ما في يقول أنا، في يقول نحن. ما في شيء بينبنى بالفرد، هيدا انبنى بكل الحب بالناس، بشغفهم وبعاطفتهم وبحبهم. ولما نعمل هالشيء للناس، تصدق اللي بيعمل خير ربنا بيرد لك الخير. ونحن كل يوم ربنا بيبعث لنا ألف خير من الناس اللي بيحضروا عنا وبيتعلموا عنا وبيشوفوا عنا. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. حلو حلو العطاء. طبعا يعني طبعا يعني صحيح. سفر شو لوين سافرت بالاول؟ وانت سفراتك غالبا عم تكون كمان فيها نجاحات، انه تعالي بدنا نعطيك جائزه او مدري شو بدنا نعمل. هلا احكي لي عن سفر. رحت على السودان. ايه اكتشفت انه انا جذوري سودانيه، اللي هي والدتي، أنا بعرف فلسطينية، فطلع أنه بيا سوداني. وهلأ عنا كان مشروع، رحت زرت السينمايات وعملنا، صورنا كمان نعمل فيلم وثائقي عن تاريخ السينما بالسودان، قديش عندهم تاريخ من سنة 30. فمثل ما قال أنه أنت لما بتروح على بلد كمان بتشوف شو ممكن أنت تشوف من خلال هالعلاقات مع الناس، مع الفنانين، مع الأصحاب اللي ممكن تجيبهم كمان لعندك على مهرجاناتك، تعرف على ثقافة هالبلد. هلا انا اول بلد رحت عليها اسبانيا، كانت يعني رحنا على مهرجان الماجرو بال2011، ومن وقتها بالفرقه، يعني لما اسسنا الفرقه بلشنا قبل ما نفتح المسرح بصور، كان اكثر نعمل عروض مسرحيه. يعني انا رحت على تشيلي، على البرازيل، فهم البلاد هيك جنوب امريكا كمان تحس كمان بالعلاقه. البرازيل رحت تفرجت على الرقص كيف بيكون على الضبط ولا لا؟ عملت فيلم اسمه سيرجي يقول لا عملت فيلم اسمه العودة إلى ساو باولو، كمان صورته بالبرازيل، يعني كمان ليبقى ذاكرة معك إنه تعمل. عملت فيلم كمان بمدريد. فالأفلام قصيرة، أنت قادر كمان تعمل تجارب تشارك فيها بمهرجانات، وبتبقى العلاقات مهمة. يعني أنت لما بتروح التبادل، يعني بتروح أنت على دولة وبراسك تشوف شو في مسرح عندها أو شو عندها. هذه هذيك المرة لما كنا بالبرازيل، قالوا لأولادي يا بابا في هون سينما مسكرة، عم شو قال عشان جرب عشان نفتحها. فإنه كمان بهمك أنت، يعني كمان يجوا هالفنانين. نحن هالتبادل هو الغنى، هذا التنوع مثل لبنان، هالتنوع الموجود عندنا هو غنى عظيم. لما بصير انت اليوم هالتنوع هو انه انا ما عم بتقبل ثقافتك وانت عم تقبل ثقافتي، هون المشكل. فنحن اليوم هالفن هو شو اللي بتقيس على لبنان؟ شو اللي بيجمع الناس؟ ليش بتعرف انه هاللي صار بثلاث ايام انا خوتني؟ صعب. سالتك هلا حرب، نعمل حرب اهليه عم شن ساعه؟ سالتك هلا على اي ساعه بدنا ندخلك؟ نحن عم نصور هلا الساعه 4 وثلث لنفترض، انه اذا كنت 5 وثلث جريمه شيء يا شيء كبير بيستحق انه البلد يخرب على ايه. هذا خوتوني او ثلاث اربع ايام. فاللي بيجمع الناس هو الفن والرياضه. يعني انت هودي الشيء العظيم اللي بتحس انه انت بتتشارك لغه انسانيه مع كل العالم. فانت لما انت لكن عم نحكي، لما انت بتحط موسيقى، بتجيب ولد صغير سمو هالموسيقى لحاله، بحرك ايديه، بحرك حواسه، بيتفاعل مع هيدا النغم، مع هيدا اللي عم يسمعه. نحن بالفطره هيدا الجميل. فالسفر هذا التعرف، نحن كلنا اولاد الارض.
يعني انا بالنسبه لي هذه الحدود هي هذه اوكي نحن بشر بنانيه وهميه بس نحن كلنا بنتشارك كلنا بحاجه للحب وللعاطفه وللاكل وللشرب ولنحقق احلامنا وبالاخر نحن كلنا عايشين بهالحياه يعني من الكواليس والى الكواليس يعني بالسفر بالسفر بتاخذ اولادك معك احيانا لما رحت على البرازيل اخذت عائلتي معي وابني برازيلي للمناسبه ولد هونيك ومعه جنسيه بلد فقلت كل مره حدا عم يحكيني على الخلط قلت انا يعني لبناني زوجتي سوريه امي فلسطينيه جذور سودانيه جدي تركي وابني برازيلي طب انت اذا بدك يعاد خلقك يعني انت يكون لك تختار يعاد خلقك باي بلد بكون والله تقول لي لبنان ايش حتقول لي لبنان صعب هيدا اي بلد اي بلد الانسان بحس بالكرامه بحس انه هو عايش نحن شو هن اللي احنا بحاجه له بالاخر كلنا اولاد هالتربه في يعني. قول للامام علي بيقول ليس بلد اولى بك من بلد خير البلاد ما حملك صحيح حملك فيها كل شيء صح فيها من وزن. الاحتضان والحب والشغل والقيمة والكرامة حملة ليس بلد أحق أولى بك من بلد خير البلاد ما حملة أي عظيمة صح أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا إلى هذه الحلقة أغنيتوها بالتجارب اللي حكيتوا عنها وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.